عشنا اجواء اسماعيليه وقابلت ناس كان ليهم دور كبير في الـ في الـ في بطوله 90 91 وبرجع معاكم الاستوديو. بطوله اكيد عمركم ما هتنسوها. طبعا طبعا بطوله من اجمل بطولات حياتنا. يعني اولا هي بطوله بالنسبه لي انا وبالنسبه لناوي اول بطوله لينا كبيره. بعدها طبعا كانت بطوله الكاس. بعدها بقى في حياتنا بقى في 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 الحياه التدريبيه بقى وبطولات اخذناها، انما بطوله الدوري دي كانت من احلى بطولات في الحياه. يعني كابتن قناوي، كان ايه احساسك بعد ما فزتوا في ماتش الاهلي في المباراه الفاصله في المحله؟ اولا ده انجاز ليك انت كابتن امين، وبعدين بقى له 24 سنه ما اتكررش. طبعا البطوله الاولانيه كابتن على بوجريشا وجيل السبعينات وعملوا الستينات والسبعينات، عملوا دوري وعملوا بطوله افريقيا، وبعديها ب 24 سنه انك تحقق بطوله زي كده، بطوله كبيره وبطوله صعبه. بطوله طبعا زي ما قلنا الكواليس بتاعتها لعيبه جديده لعيبه صغيره، مشوار طويل. خلي بالك الدوري ده اتعمل 18 فرقه، اتعمل يعني 34 ماتش وماتش فاصل 35، وانديه كلها جماهيريه ومنافسه، وانديه جماهيريه واربع خمس فرق بتنافس، فالموضوع صعب جدا انك تعمل انجاز وانت لسه صغير، وبعدين بطوله غايبه عن النادي وتالت بطوله للنادي كانت ساعتها. لا كانت حاجه كبيره، وفرحه الجماهير دي بقى غطت على ده كله. انك ترجع من المحله في زفه من المحله، تخش بيتك بعد الفجر النهار بيطلع وانت داخل بيتك من الزفه، يوم عمرك ما تنساه، عمرك ما تنساه، عمره بطوله عمرك ما تنساه. رجلينا ما نزلتش على الارض من نفيشه لحد نادي الاسماعيلي، مدخل الاسماعيليه يعني. يعني تخيل انت تنزل من الاتوبيس على اعناق الناس، وبعد كده تقعد على العربيات، وبعدين يشيلوك على اعناق تاني. لا لا لا، كان يوم غير طبيعي. يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت لعصام عبد العال في ماتش الفيصل، الحبايه ده الحبايه المنشطه، نزل الشوط الثاني، لو كان حكم مصري كان حسبها. هي كانت واضحه، ايوه واضحه، كانت واضحه، حسبها. كان بيقول لك كابتن يوسف حسبها، ولا ما حسبهاش؟ كان حكم مصري في الموقف ده، قول لي بصراحه. بصراحه لا، كان هيحسبها لانها كانت واضحه للامانه، يعني واضحه 100%. والكاس افتكر في اتنين برضو طلبوا من المدرب، برضو كان مدير، كان حكم اجنبي في ماتش الكاس. لا، وفي الماتش ده كمان في لعيب من 97 كان سيد عبد الحفيظ، كان اثنين برضه صراحه وما حسبهمش. خلي بالك ما حسبهمش في الكاس برضه 97 لكل ماتش ليه مشاكله يعني. دلوقتي هطلب من كابتن ادهم وكابتن قناوي افضل تشكيل لكل واحد فيهم في تاريخ الدراويش. هما الاثنين هيواجهوا مشاكل كبيره جدا لما يرجعوا اسماعيليه، الضرب هيبقى جامد. يلا. لا يعني هنحاول بقدر الامكان. يعني كابتن ادهم، حراسه المرمى لغايه هنا نص ملعبك اهو. ايوه. يعني انا شايف من وجهه نظري انا ان هيبقى في هنا سلامه دولي، عينيك بتقول كلام. سعفان الصغير يعني هو من الناس اللي لازم يتحط. ممكن احط معاها واحد احتياطي؟ طيب لا لا لا، حد احتياطي؟ لا لا لا، انا عايز اقول لك احتياطي بس. انت عارف القصه بتاعت سعفان بتاعت عينيك بتقول كلام ولا لا؟ ايه هي؟ عارفها ولا لا؟ لا. سعفان الصغير وانا بدرب الاسماعيلي، هو طبعا فاكر نفسه ان هو رشدي اباظه اسماعيليه، فاكر نفسه ان هو الجان الدون جوان ونمشي الدون جوان بتاع اسماعيليه. فكنا كنت قاعد في فندق في اسماعيليه، فسعفان الساعه 1 بالليل قال لي ايه؟ تعالى يا ميدو اكلك رز بلبن في مكان جميل جدا، مكان كده منطقه شعبيه، نروح مكان جميل. فقلت له ماشي. عدى عليا الساعه 1:30 بعربيته، رحنا طلبنا الرز بلبن. فسعفان والرز بلبن بيجي لنا واحنا قاعدين في العربيه، عدت واحده جميله جدا جدا من اسماعيليه. فسعفان طلع من العربيه كده وقال لها عينيكي بتقول كلام، فراحت شتمته بكل الشتايم اللي ممكن تسمعها في حياتك. وسعفان انا طبعا رحت نازل في الارض، قال لها عينيكي بتقول كلام. لا، ومعاكسه قديمه جدا من الخمسينات، قال لها عينيكي بتقول كلام. قالت له يلا يا كذا كذا. سعفان يقول لها خلاص امشي، لا عينيكي بتقول كلام ولا حاجه. واضح ان البق اللي بيقول كلام. فكل ما اشوفه اقول له يا دولي عينيك بتقول كلام. المفروض يقول لك ده كده، المفروض نشيله من هنا بقى. ما ايوه، المعاكسه دي مش انتهت من زمان جدا. اقول له يا جدع في لسه حد بيعاكس واحده؟ قديم قديم. حبيبي يا دولي. كمل. هقول هنا كابتن حسن درويش. ايوه، رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. في كابتن محمود حسن، ربنا يديله الصحه، يعني من الناس اللي الواحد يعني بيحبهم جدا. ناحيه اليمين
طبعا كباتن كلها بالنسبه لنا يعني كابتن ابو امين مش احمد فتحي يعني. لا كابتن ابو امين ده راجل احسن لاعب في افريقيا على فكره اخذ احسن لاعب احسن لاعب في افريقيا و... احسن ظهير ايمن في افريقيا ناحيه الشمال كابتن محسن عبد المسيح كابتن محسن عبد المسيح طبعا كان لعيب كبير جدا نص الملعب بقى فيه مشاكل كبيره قوي قوي يعني دايما الاسماعيلي مشهور بلعبته المميزه في نص الملعب الحريفه جدا حريفة. كمان يعني الله يرحمه يعني هقدر اقول مثلا الكابتن حماده الرومي نجوم كبار لعبوا في الاسماعيلي كابتن عماد سليمان طبعا كابتن عماد كان لعيب كبير وشخصيه محترمه جدا شو واخد حقه كمان شويه تدريب. هحط معاهم نص اللي يكمل اللي قدام بس انت كده داخل في نص ملعب كابتن هلاوي اللي ايه داخل في نص ملعب كابتن هلاوي يعني لا ما انا ثلاثه قدام هحط هنا وهنا والمهاجم احنا هنلعب يعني ايه 4-2 زي الفيلم 3-1 يعني يعني هحط قدامهم الكابتن احمد العجوز طب ما نطلعها شويه ولا ماشي طب ما ترجع كابتن حماد سليمان كابتن حماد الرومي شويه ماشي نحطهم هنا كابتن حماد الرومي خطك حلو على فكره والله خطك حلو وانا بكتب برضو الحاجات برضو ريشه سعاد يقول لي اكتب انت عشان المحاضره وكده كابتن حماد سليمان العجوز هيبقى قدامهم الكابتن احمد العجوز العجوز كان لعيب كبير قوي قوي بس كان بيشتم في الملعب كتير ها انا اول ماتش العبه في حياتي في الدوري الممتاز قدام القناه كان بيلعب هو في القناه بيحب المكسب قوي كان بيحب المكسب قوي لا وهو في اللعيب لا لا وهو بيلعب عصبي عشان المكسب يعني عصبي عشان المكسب انا اول ماتش العبه في حياتي في الدوري الممتاز كان عندي 16 سنه الزمالك والقناه في ملعب القناه فكابتن العجوز كان بيلعب في القناه بعد الاسماعيلي كان بيشتم كل فطلعت انا من الماتش بقول لهم يا جماعه هو ده لعب الدوري الممتاز انا هو ده طبيعي انا عايز افهم قالوا لي لا ده هو العجوز بيشتم ده هو ده الطبيعي لا لا ده كان خلي بالك ده كان احرف لعيبه جت شفت الكره اللي عملها بوش رجله الخارجي في الماتش الفيصل هو بتاع بشير لعيب كبير احرف اللعيبه انا تملي اقول عليه لو رميت شويه طوب في الارض كده يقدر يخش بينهم من غير ما يلمسها وعلى فكره العجوز مدرب كويس واتظلم قوي كان مدرب كويس جدا ومن اكتر الناس اللي كانت بتجري بالكوره هو وفكري وبشير بالكوره سرعة جدا بالكوره طب كمل عشان عندي وقت ما انا قلت اسامي بس مش هينفع ان انا اكتب الناس دي كلها كله قبل ما تعمل انا لازم طبعا هنا لازم طبعا كابتن علي ابو جريشه طبعا بس دخلت كده على القناوي ماشي كابتن علي ابو جريشه كابتن علي فكت الكره المصريه واحد من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر طبعا لازم طبعا اقول رحمه الله عليه الكابتن حازم كابتن حازم الله يرحمه ناقص واحد مين؟ سعد وكابتن ميدو لا انا مين؟ طيب. انا بالنسبه لي انا العب 10 يا ادهم طرد لعيب الطرد انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي بس مش مقارنه بالعطاء جوه الاسماعيلي كموهبه واقول لك بصراحه شيكابالا او بركات بصراحه او بركات ما حكيت انه كده بص في ناس هتظلم كتير ده لا انت تورطنا يبقى كده ممكن ده كده ورطه الكابتن اسامه خليل ده كده ورطه او كابتن اسامه خليل ده كده ورطه كابتن ماشي انت بتتكلم في كام جيله كابتن وكام لعيب في كام في مكان واحد اصلا كلهم نجوم هحط للامانه يعني انا الجيل انت حطيت كلهم ليجندز كلهم اساطير الجيل بتاعنا للامانه كله بيتحط هنا عندك جيل 2000 ده بتاع كابتن محسن صالح الجيل بتاعنا كله بدون مبالغه للامانه يعني بدايه يعني من سعفان لبشير لعصام لحمزه لقناوي لعاطف للعجوز حسني عبد الرب لفكري لفوزي فين حسني عبد الرب نعم حسني عبد الرب ما حسني برضه من الناس الكويسه بس الناس دي برضه عمالقه
الناس دي ماشي. تاريخ برضو يعني حسني يعني طبعا الموضوع موضوع اختيارات عشان الحكم مستني. يلا 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 يا كابتن ادهم خلي بالك كل ده عمال يفكر. ايوه انت ريحتني لما قلت ادهم يبدا الارصه قال لك لا يلا يلا كابتن سعفان برضه عينيك بتقول كلام يا دولي سعفان كابتن حسن مختار وكابتن سعفان بس احنا حضرنا سعفان ليه دور كبير سعفان ليه دور كبير في بطوله 90 طبعا وكابتن حسن مختار برضه انا نفسي انا نفسي سعفان وهو سامعني دلوقتي كمل كملوا يعني قول كابتن ابو امين اصل في ناس في ناس برضه ميد يعني لا انا نفسي سعفان الاول عايز اقول لسعفان نفسي سعفان يهدى على الخط عشان يبقى ليه فرصه ان هو يدرب منتخب مصر ده في التدريب اقول لك ليه اقول لك ليه لان سعفان الصغير فعلا من احسن المدربين حراس المرمى اللي اشتغلت معاهم كتالنت وككاركتر وقوه شخصيه مع الحراس مع الحراس لو هدي على الخط شويه هيبقى فرصه اكبر في ان هو يدرب المنتخب تمام ده غير يعني يعني صدقني لو نصيحه بقولها لك كابتن ابو امين كابتن ابو امين ده اخذ احسن صغير ايمن انت كده بتغش ماشي. لا 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 والله والله قبل والله قبل كابتن ادم والله ماشي والله بص فرقته حسن درويش الله ما انت بتغش اهو كابتن انا بقول لك على الناس اللي احنا اللي ما شفناش وسمعنا عليهم طب حمزه الجمل طيب بص والله بعملها وانت بتقولها حمزه الجمل مدفعجي فوزي جمال فوزي جمال تمام الملعب بتاعنا كله لازم يتحط الصاوي عشان بس ايه ما حدش الصاوي طارق الصاوي مش ممكن طارق الصاوي ماشي حسني كابتن حسني العجوز العجوز في التشكيل الفريقين عماد سليمان كابتن عماد كابتن عماد كلهم كباتن طبعا سيد عبد الرازق بازوكا كابتن بازوكا كابتن علي ده برضه يا ميدو ما في كابتن انوس وكابتن علي ابو ريش انتوا دخلتكم في مشاكل انتوا ورطتنا دول تشكيلين تشكيل انديني هنا بعد اذنك كابتن مراوي دول تشكيلين كابتن اهو تحت المدير الفني اهو انا ما مضيتش انا فوق ما انت هتمضي بقى ما انا لسه كابتن قناوي ده التشكيل بتاعه كابتن ادم السلحدار اكتب اسمي ولا الامضه بقى زي اللي انت عايز امضه البنك عشان امضه البنك نورتوني نورتوني يا كباتن كابتن شكرا جدا نجوم زيكم يستحقوا تقدير اكبر من كل مصر ومن كل البرامج الرياضيه ربنا يخليك يا رب النهارده عملت حلقه بحب حب كبير للاسماعيليه كمدينه وحب كبير للنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي اللي يستحق اكتر من كده ويستحق ان هو يكون موجود دايما في اماكن المنافسه على بطوله الدوري وكل البطولات اللي بيشارك فيها وان شاء الله بجهود وتكاتف ابناء اسماعيليه واولاد الاسماعيلي الاسماعيلي هيرجع مره تانية واحد من افضل الانديه المصريه ودايما هيكون موجود في مكان المنافسه بكره حلقة مختلفة هيكون معانا تحليل لمباريات أوروبية وهيكون معايا روبي كين وهيكون معايا الكابتن نبيل معلول صديقي العزيز الحقيقة الاثنين أصدقائي وهنحلل مع بعض وهنتكلم مع بعض على الماتشات الأوروبية وإزاي المدربين وتنفيذ أفكار المدربين في أوروبا كأنها حلقة مختلفة تماما لكن النهاردة شرفني وجود كباتن كبار كباتن النادي الإسماعيلي كابتن أدهم السلحدار وكابتن احمد الناوي شكرا لك بنشكرك جدا يا كابتن ميدو ويا رب نكون سفراء كويسين دايما. للنادي الاسماعيلي التاريخ الكبير ونكون قدمنا معاك حلقه جميله بك. واحنا اللي استمتعنا بوجودنا معاك شكرا ويا رب دايما موفق وتبقى في حياتك كلها ان شاء الله الله يخليك كابتن الناوي نورتني شكرا كابتن ميدو وبالتوفيق ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بكره على خير تصبحوا على خير هذا البلد